حلقة جديدة من برنامج أسبوع البلد، مرحبا بكم مشاهدينا، أبرز ما لدينا في حلقة اليوم. احتفاء شعبي في المهرة بمناسبة يوم اللغة المهرية. ومن تعز قصة جريح فقد إحدى قدميه في الحرب وانتصر على الإعاقة. وفي شبوة مواطن يتمكن من صناعة سيارة صغيرة من بقايا الخردة. مرحبا بكم مرة أخرى. يحتفل أبناء المهرة في كل عام بيوم اللغة المهرية الذي يوافق الثاني من أكتوبر لإبراز التراث المهري والموروث الشعبي وكرمزية لتمسك أبناء المهرة بلغتهم الأصيلة التي تمثل هويتهم وخصوصيتهم الثقافية والتاريخية. نتابع هذا الاستطلاع القادم من المهرة. نشكر قناة المهرية على تغطيتها هذه الفعالية الغالية على قلوب أبناء محافظة المهرة، وهي يوم اللغة المهرية التي يعيشها أبناء المهرة بمختلف مناطقهم بجميع مديريات المحافظة، يعيشون هذا اليوم في احتفالات بأحياء يوم اللغة المهرية بجميع مديرياتها. يوم اللغة المهرية تهدف يوم اللغة المهرية إلى تعريف أبناء المحافظة بموروثهم الشعبي، بعاداتهم، بتقاليدهم، وأحيائها ومحاولة إعادتها ولفت النظر إليها. طبعا المهرة غنية بالتاريخ، غنية بالألعاب الشعبية، بالعادات والتقاليد، ولكن في الأوان الأخيرة بحكم العولمة، بحكم هذه الأمور، أصبحت بعض العادات والتقاليد أصبحت لا تستخدم ومهجورة إن صح التعبير. فيوم اللغة المهرية أو مركز اللغة المهرية الذي أقرها في 2019 لتكون يوم اللغة المهرية في عموم المحافظة نسبة أو إعادة إلى أشهر مركز اللغة المهرية الذي أشهر في 2017. نطالب في هذا العادات القديمة اللي كان الناس عليها، ونطالب من المواطنين على العادات القديمة هذه يقربوا إليها. الحين صارت الزواجات يعني ما هي كما اللي كان، عرفت؟ لا، كان زمان، ونذكر بأن الزواج كان على تمر بس، عرفت؟ لا، وقايمين بكل حاجة. هذا اللي يقولنا لك، ونطلب من المهرة الزواج الجماعي. الزواج الجماعي هذا في كل مكان، ما بدأت بالمحافظة هذه، ونطلب من كل السلطة المحلية والمواطنين اللي بيقوموا بهذا. اليوم 2 اكتوبر يوم مهري بامتياز، تقوم فيها الاحتفالات الشعبيه، وتقوم فيها الافراح، وتقوم فيها المناسبات، واظهار الموروث الشعبي المهري القديم، والذي واللغه المهريه ايضا، الذي ما زال اهل المهره وابنائها وسكانها محافظين عليها بشكل لا يتصور. فهي اللغه لغة الآباء والأجداد، ولغة ورثناها أبن عن جد، لا نتعلمها، ولكن الآن صارت في بعض الأشياء يعني يتعلمونها الناس الجدد، وهي لغة سهلة. كثير من الناس وكثير من المواطنين من أبناء المحافظات الأخرى جو واختلطوا مع أبناء المهرة بحكم طيبتهم وسلمهم وأخلاقهم ومروتهم، ويعني فاندمجوا بهم وصاروا من المتقنين لهذه اللغة. خلف كل قصة نجاح تكمن تحديات صعبة وإرادة صلبة تذيب الصعاب وتصنع الأبطال. حكاية الجريح تمام الفاتش واحدة من تلك القصص الملهمة التي بدأت بمأساة فقدان قدمه في الحرب بمحافظة تعز، لكنها انتهت بانتصار إرادته وعزمه على الحياة، والذي تجسد في تغلبه على الإعاقة وعمله في مجال النجارة. نتابع قصة الجريح تمام الفاتش. أنا عندما وصلت في عام 2016 فقدت رجلي والعين اليمنى بسبب لغم معبر الدحي. أثر ذلك علي كثيرا، يعني على الحياة الاجتماعية التي كنت أعيشها من قبل.
كنت أتحرك أذهب أي مكان أعمل أي مكان بقدمين. وبعد الإصابة استمريت فترة وأنا طريح الفراش. صحيح أن الإنسان عندما يفقد أحد أطرافه أو عين من عيونه يشعر بحالة غير الحالة التي كان معتاد عليها، سواء اجتماعيا اقتصاديا. الشعور كذلك بالعجز ليس كما كان سابقا، بأن الإنسان إنسان مكتمل. إلا أنني بعد ذلك قمت وحاولت أن أعمل رجل صناعي. كانت الظروف هذه الأيام بحكم الحصار صعبة أن تعمل رجل صناعي، ولكن الحمد لله عملت رجل صناعي وبدأت أتحرك وأقوم من الفراش وأطرد حالة اليأس. فدخلت قسم النجارة في معهد الشيخ حمود، معهد احتراف النجارة وتعلم مهنة النجارة، لأطور ذاتي وليعيد اندماجي في هذا المجتمع، الاكتفاء ذاتيا بحد ذاته بحيث لا أعتمد على أحد. عندما بدأت أتقن النجارة شعوري كان جميل جدا، لأنني أصبحت لم أكن ذلك الشخص العاجز الذي جالس في بيته ولا يعمل أي شيء. الحمد لله الآن بدأت أتحرك، بدأت أعمل بالأشغال الخشبية وكذلك تكوين المشروع الصغير هذا، وبإذن الله نكبر معه قليلا قليلا بإذن الله. عندما بدأت أشتغل النجارة وعملت المشروع الصغير هذا بدأت ظروفي المالية تتحسن عما كنت فيه سابقا. أصبح لي مدخول أقتات في معيشتي سواء أسريا. بدأت أعمل كراسي المصاحف المساجد، بدأت أعمل طاولات كراسي دواليب صغيرة، والحمد لله رب العالمين، وسنتطور بإذن الله. لا يوجد في هذه الحياة أي عمل سهل، لابد من عمل أن تتعب فيه وتبذل الجهد، تبذل المشقة لتنتج ثمارها وتقطف الثمار التي يعني تعبت فيها وبذلت الجهد فيها وعرقت فيها، فتبذل فتطعم ثمارها بحلاوة. أدت الحرب القائمة في البلاد إلى ارتفاع نسبة الأمية لدى المواطنين، فكان لمراكز محو الأمية دورا في تعليم مبادئ القراءة والكتابة وتأهيلهم للالتحاق بالمدارس النظامية. ومن النماذج على ذلك مراكز محو الأمية وتعليم الكبار الخاصة بالنساء في مأرب، حيث تقدر عدد الملتحقات بها أكثر من 6000. تخرج منهن قبل أيام 300 امرأة من 85 مركزا بالمحافظة. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. ربما كنا يفكرنا بأن الركب قد فاتهن وأنهن لا يستطعن الالتحاق بالتعليم والتخلص من الأمية التي عشناها منذ الصغر، لكن الفرحة اليوم تغمر هذه النسوة بعد تخرجهن من برنامج محو الأمية وتعليم الكبار، فقد قطعنا مشوارا كبيرا في التعلم، كما هو الحال مع مريم محمد التي تشعر بأن حياتها تغيرت كليا. أنا مريم محمد، طالبة من طالبات محو الأمية. كنت من أول أمية لا أعرف القراءة ولا الكتابة. صعب الحياة أن واحدة تكون مش متعلمة. الله هو أمرنا أول حاجة بالتعلم، ومن علمني حرفا صرت له عبدا، وأنا الحمد لله رب العالمين عرفت أتعلم ودرست مع محو الأمية، والآن الحمد لله أنا متابعة قد آخر سنة لي. الحمد لله بدأت أفك في القراءة والكتابة، بدأت أعرف القرآن الكريم. أما هايلة قايد فترى أن تعليم الكبار ومن فاتهم التعلم في صغرهم واجب إنساني، فالفرق كبير قبل التعلم وبعده بالنسبة لها ولثلاثمائة امرأة احتفلن بتخرجهن من برنامج محو الأمية وتعليم الكبار من 85 مركزا تابعا لمكتب محو الأمية وتعليم الكبار بمأرب. الحمد لله أنا كان أمية ما كانش أنا عارف الحروف،
الحمد لله الحين أنا درست، أقدر أقرأ قرآن، أعلم أطفالي، درست حياتي، عشت عيشها الحمد لله. تعلمت ما كانش أنا حافظ ولا حرف، فالحين الحمد لله. كان وأنا ما قد تعلمت في العمي، كان جهالي ذاكر والكبير ما نشتري الشو عندي، فالحين الحمد لله ارتحت في نفسي أولا وفي بيتي وفي عيشتي وفي الحمد لله. قدر أحفظ أطفالي اللي عادهم صغار الحمد لله، وتعلمت في حياتي أنا أقرأ قرآن، أقرأ الحديث، أقرأ السيرة النبوية. أنشطة تعليمية للنساء والفتيات تهدف إلى تعليم النساء الأميات مبادئ القراءة والكتابة وتسهيل التحاقهن بمدارس التعليم النظامي. فالملتحقات ببرامج محو الأمية بمحافظة مأرب أكثر من 6000 امرأة. فقد بلغ عدد الصفوف هذا العام أكثر من 163 صفا موزع على 85 مركزا في مديرية المدينة والوادي وأماكن النزوح، وأماكن النزوح التي تضم جميع محافظات الجمهورية. تخرجنا هذه السنة من الصف المتابعة 300 خريجة، التي تعتبر خريجة متابعة، يحق لها حسب القانون أن تلتحق بالصفوف التعليم النظامي في الصف السابع. وتؤكد التقارير أن الحرب ضاعفت نسبة الجهل لدى المجتمع، وتوقفت بسببه الجهود والأنشطة التي كانت تقدمها الدولة، وهدمت العديد من مراكز محو الأمية وتعليم الكبار، وخلفت ظروفا صعبة جعلت الأسر والأشخاص الأميين يحجمون عن الالتحاق بفصول محو الأمية، ويركزون جهودهم في توفير أساسيات العيش الكريم. خليل المليكي لبرنامج أسبوع البلد، مأرب. في تجربة استثنائية وبجهود شخصية نجح المزارع علي بن يماني أحد أبناء مديرية حصين بالمهرة من زراعة مجموعة من الخضروات والفواكه مثل الموز والبرتقال والبابايا والطماطم والقمح وغيرها من المحاصيل الزراعية التي لم يكن لها وجود كبير في المديرية. الجدير بالذكر أن الزراعة في حصين اقتصرت على الأعلى في الحيوانية فقط، ولم تكن هناك تجارب لزراعة الفواكه والخضروات بكميات كبيرة، وهو الأمر الذي نجح فيها المزارع علي يماني. المزيد عن علي يماني في هذا التقرير. في مديرية حصين بمحافظة المهرة استطاع المزارع علي يماني أن يتحدى الظروف الاقتصادية والطبيعية الصعبة، محققا إنجازا فريدا من نوعه في هذه المنطقة. بجهوده الشخصية وتصميمه القوي تمكن علي من زراعة مجموعة من الخضروات والفواكه مثل الموز والبرتقال والبابايا والطماطم والبطاطس والقمح وغيرها من المحاصيل الزراعية التي لم يكن لها وجود كبير في المديرية. صبرنا هناك في المزرعة الأولية، زرعنا بطين، زرعنا بطاطا، وزرعنا طماطم، ما شاء الله كل شيء جاء. وتحولت من هناك مكان المزرعة هذاك في محله، صلحت شبكات، شبكة صلحت فيها موز، صلحت فيه برتقال، صلحت فيه بيدان، صلحت فيه دوم باي باي، حتى بطاطا، حبحب، شمام، كله طلع. ونخيل اسمه سكاري، حوالي شبكة تانية فيها حوالي 6، شبكة تانية فيها تالي فيها 50. يعد هذا التحول إنجازا بارزا في حصين، حيث اقتصرت الزراعة سابقا على الأعلاف الحيوانية فقط، ولم تكن هناك تجارب زراعية تعنى بزراعة الفواكه والخضروات بكميات تجارية. فمثلت خطوة المزارع علي يماني رسالة مهمة حول إمكانيات تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي من خلال الزراعة المتنوعة، وهو ما قد يسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين في حال تم تبني الفكرة على نطاق أوسع. كل شيء هنا تبغاه خالص البطاطس يطلع لك بكثرة في الرمل، هذا بغى إمكانيات، وطماطم يطلع، حبحب تطلع، كل شيء يطلع، يبغى مجهود وابغى امكانيات. عندك امكانيات وما موجود، صلح لك شبكات، صلح هذه النافورات، هذه ما ركبتهم برويه، عندي نافورات بركبهم. هذا خط الخمسية الثانية، عندنا في الأولية
وان شاء الله الامور بتكون تحسن الى قدام، ونربي الثروه الحيوانيه ما شاء الله الخير جاي، وبعدين نكفي المهرة ونكفي انفسنا اول بلادنا. لا يطيع علينا الثروه الحيوانيه، لا يطيع علينا الزراعه، نحن اجدادنا وجد على ابو جد اكلنا من البحر ومن الزراعه. ورغم التحديات التي واجهها نجح علي في كسر هذا الحاجز الزراعي التقليدي، مما يفتح الباب أمام تطور زراعي جديد في المنطقة. إلا أن هذه الجهود الفردية تحتاج إلى دعم ورعاية من قبل الجهات المختصة، فمثل هذه المبادرات يمكن أن تكون نقطة انطلاق نحو تنمية زراعية شاملة في محافظة المهرة، خاصة في ظل الحاجة الماسة إلى تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. أقيم في مدينة المكلا بحضرموت مشروع التمكين المهني للشباب، وهو برنامج تدريبي مجاني لأكثر من 140 شابا وشابة في مجالات حيوية كصيانة الأجهزة الإلكترونية وتشغيل أجهزة الملاحة البحرية، إضافة إلى الخياطة والكوافير. ويسعى البرنامج إلى دعم الشباب من ذوي الدخل المحدود من خلال توفير حقائب تدريبية مجانية وتأهيلهم لسوق العمل. نتابع التقرير التالي. تحاول هدى التعلم على أساسيات صناعة الملابس بأنواعها عن طريق انخراطها في دورة تدريبية لفن الخياطة. تتدرب على أساسيات الخياطة لجعلها مشروعا خاصا بها ومهنة مربحة تستطيع من خلالها الاعتماد على نفسها في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة. كان عندي شرف للخياطة، والآن حصلت على دورة تدريبية لاكتساب المهنة الخياطة بشكل عام من البداية إلى النهاية، لاكتساب مهنة أفتح لي مشروع في بيتي لعيل أسرتي كبداية إن شاء الله. بالمستقبل إن شاء الله أطور نفسي أعمل مشغل كامل بإذن الله. هدى واحدة من بين 140 مستفيدا تمكنوا من الالتحاق في مشروع التمكين المهني للشباب بمدينة المكلا بحضرموت، وهو مشروع مجاني يشمل برامج تدريبية لتطوير المهارات للشباب بالمجالات الحيوية كصيانة الأجهزة الإلكترونية وتشغيل أجهزة الملاحة البحرية، إضافة إلى الخياطة والكوافير النسائي. في هذا البرنامج تم استهداف 140 شاب وشابة وتأهيلهم لسوق العمل، حيث هذا البرنامج يستهدف عدة من الدورات، من أهمها دورة الخياطة والتطريز ودورة الكوافير للتجميل. هذه الدورات خاصة للنساء، ودورة الصيانة ودورة صيانة الأجهزة الإلكترونية ودورة جهاز المجلان GPS، وهذه خاصة للشباب. يهدف المشروع إلى تمكين وبناء قدرات الشباب والحصول على فرص عمل مناسبة لهم لتحسين ظروفهم المعيشية، كما يسعى إلى دعم الشباب من ذوي الدخل المحدود عن طريق توفير حقائب تدريبية مجانية بنسبة 50% لتأمين حياتهم. زكريا محمد لأسبوع البلد المكلا. صلاح العلاقي أحد أبناء محافظة شبوة، بعد أن أرهقته المواصلات العامة في المحافظة قرر أن يبتكر سيارته الخاصة من بقايا الخردة والشبيهة من حيث التصميم للإصدارات القديمة من سيارات الجيب الفاخرة. استعان صلاح في تحويل فكرته إلى واقع ملموس بخبرته الكبيرة في مجال العمل الميكانيكي والتصميم الهندسي. المزيد عنه في التقرير التالي. العقول التي تسمو بالنظر نحو السماء لا تعرف المستحيل، ففي تجربة سابقة من نوعها وبتفاصيل مختلفة تمكن صلاح العولقي في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة من صناعة سيارة شبيهة بسيارات الجيب الفاخرة. استطاع صلاح من تحويل فكرته إلى واقع ملموس، مستفيدا من بقايا الخردة وقطع الغيار التي وضعت لمسات إبداعية عليها، مستعينا بخبرته في مجال العمل الميكانيكي والتصميم الهندسي. هواية عندي
وبرضه من متابعتي لليوتيوب والحاجات هذه الصناعات وال يعني أخذنا بعض الفكرة منها. المواد اللي استخدمتها في السيارة هذا من حدايد الشاصيه حقها هي زوايا قمت بتجميعها خليت على شكل تيوب يقولوا له تيوب حديد تيوب أو خاوي يقولوا له جمعته لحام تاعه عشان يكون قوة شوية. وهذا الصاج من الخردخ شليته الدركسون هذا من حق صالون حق سيارة صالون جوانب من حلوق أبواب يعني هذا من شيء مشكلة ما في إمكانيات عشان نعمل حديد عملنا خشب من حق حلوق أبواب. تتميز السيارة بقلة استهلاكها للبنزين ويوجد بها مقعد في الأمام يتسع لراكبين وفي الخلف حوض لحمل الأغراض كما توجد مصابيح إنارة ليلية في الأمام والخلف. واستخدم صلاح محرك دراجة نارية لتشغيلها وصمم لها ناقلا يدويا للحركة حيث تبلغ سرعتها التقريبية 100 كيلو متر في الساعة وبهذا استطاع توفير حاجته بعد أن أرهقته المواصلات وارتفاع تكاليفها. والله قدرة السيارة يعني هنا ممكن حتى 4 يطلعوا فيها وهنا 1 يعني حوالي 6 مع السواق تشيلهم وإن شاء الله نصنع أفضل منها بس نبغى الدعم إذا في حد بيدعمنا بنعمل أفضل منها وأكبر منها وأقوى منها إن شاء الله. الموهب صلاح رويش دافر الذي قام بصناعة هذه السيارة يعني بجهد ذاتي وبإتقان صنعها وجمعها من كل القطع تمام والآن سيارة ما شاء الله يعني تمشي وبحاجة هذا الشخص إلى دعم من الناس أن يدعموه لأنه هو موهبة ممكن يصنع أحسن من هذا. هذا يعني صناعة بدائية التي صنعها لأول مرة هو يعني بدأ يصنع فيها ونجح فيها بشكل يعني كبير وما كنا نتصور أنها تصبح يعني تشتغل وتجي لها عتق بهذه الصورة. هي فكرة إذن صقلت ونفذت حتى تجسدت واقعا يمشي على تراب شبوة وأريافها ولبت الغرض المرجو منها لصاحبها. وموهبة صلاح اليسلمي تؤكد أن اليمن مليئة بالمبدعين الذين يحتاجون للرعاية والاهتمام كحاجة صلاح لرعاية مشروعه وتطويره وتنمية موهبته ليتمكن من إنتاج مشاريع أخرى. عوض صالح لبرنامج أسبوع البلد شبوة. يعاني أهالي مدينة لودر بمحافظة أبيان من تكدس أكوام القمامة في الشوارع والأحياء حتى أصبحت المشكلة مصدر قلق كبير لسكان المنطقة يدفع تزايد أكوام النفايات البعض إلى القيام بإحراقها ما يتسبب بانتشار الروائح الكريهة والأدخنة الضارة التي تؤدي لانتشار الأوبئة والأمراض. المزيد في هذا التقرير. تشهد مدينة لودر إحدى أكبر المدن في محافظة أبين تزايدا ملحوظا في انتشار أكوام النفايات في الشوارع والأحياء مما أدى إلى تفاقم الوضع البيئي والصحي. يترافق هذا التراكم المتزايد مع ظاهرة حرق النفايات في الهواء الطلق وهو ما يزيد من خطورة الوضع ويهدد بانتشار الأوبئة والأمراض بين السكان خاصة في ظل نقص الخدمات الصحية والبنية التحتية البيئية. إحراق كثير من تراكمات القمامة في مدينة لودر والتي تسبب كثير من الأمراض والإزعاج للساكنين هذه المدينة وليس مهام مستشفى محنف في لودر أن يعالج كل الأمور هذه فهناك إسهامات المواطنين والتي تعزز مفهوم النظافة والوقاية من هذه التراكمات ومساعدة صندوق النظافة في هذه المديرية بتجميع القمامة بجانب البيوت وبجانب الأماكن المخصصة لها حتى يتم نقلها بالشكل المطلوب. تعاني المدينة من نقص واضح في خدمات جمع النفايات وتنظيف الشوارع لتظل النفايات مكدسة لفترة طويلة
دون جمع أو ترحيل، مما يجعل منها بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض، ويعاني السكان من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناقلة للأمراض مثل الذباب والبعوض، مما أدى إلى زيادة معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والحساسية والأمراض المعوية، خاصة بين الأطفال وكبار السن. من خلال هذه رسالتنا إلى كل المواطنين في مدينة لودر، مدينة لودر هي مدينتنا، هي حضارتنا، هي سوقنا، هي ملتغانا، سواء لودر أو مودي أو مديرية مودي، علينا جميعا تقع المسؤولية في جمع القمامة والصرف الصحي، وإن نكون يد واحدة. لا إن الإنسان هذا صاحب الباعة يقدل، وهذا التاجر يقدل، وهذا صاحب الملابس يقدل، لا. وقد عبر العديد من سكان لودر عن استيائهم العارم من هذا الوضع، داعين السلطات المحلية بالقيام بواجبها تجاه المدينة، ويؤكد السكان أن غياب الرقابة وضعف الإدارة المحلية ساهم في تفاقم مشكلات النفايات التي باتت تهدد حياتهم اليومية وصحتهم بشكل مباشر. حيدر أحمد، لبرنامج أسبوع البلد، محافظة أبين. تمثل مدرسة صلاح الدين الأيوبي بمنطقة العبري رمزاً من رموز التعليم والتنمية في محافظة المهرة. تخرج فيها العديد من القادة والأطباء والمهندسين، لكنها اليوم تشكو الإهمال ومبانيها مهددة بالانهيار في أي وقت وتحتاج إلى الترميم بصورة عاجلة. المدرسة تقع في منطقة العبري على مجرى السيول بالمحافظة، الأمر الذي جعلها عرضة للأعاصير والفيضانات. نتابع. رغم تاريخها العريق، تشكو مدرسة صلاح الدين الأيوبي في منطقة العبرية من الإهمال المتواصل، حتى أصبحت اليوم مهددة بالسقوط ولم تلقى الاهتمام الكافي من الجهات المعنية والسلطات المحلية المتعاقبة. جدا هذه المدرسة من أقدم المدارس في المحافظة، حيث تخرج منها كثير من الأشخاص أو الرجال الذين ينالون مناصب عليا في الدولة. وهذه المدرسة مرت بعدة عصارات، منها عصار تيج وعصار لبان وعصار ماكونو، وأن هذه المدرسة لم تلاقي أي اهتمام من قبل الجهات المختصة وكذلك السلطة المحلية. ونحن من هذا المكان نناشد الجهات المختصة وكذلك السلطة المحلية النظر إلى هذه المدرسة ووضعها في عين الاعتبار. تأثرت المدرسة طيلة الفترات الماضية جراء الأعاصير والمنخفضات الجوية التي ضربت المهرة، كونها تتوسط مدينة العبرية الواقعة على مجرى السيول بالمحافظة، الموقع الذي جعلها عرضة لأضرار كبيرة، حيث فقدت عددا من الفصول الدراسية والمختبرات العلمية. أشكر قناة المهرية على تسليط الضوء ونزولها إلى مدرسة صلاح الدين. المدرسة بحاجة إلى نظرة عامة جدا، سواء كان السلطة المحلية أو كل من الأهالي أو مجلس الآباء أو من التربية، سواء بالمديرية أو كان بالمحافظة، لفتة نظر إلى الأشياء، على أقل إلى الأشياء المهمة جدا، لعكس منظر المدرسة ولصنع بيئة أو لخلق بيئة لأطفالنا لعيش كذا لاحتوائهم داخل المدرسة، لأن المدرسة كما ذكرت فيها هي لابد أن أصلح فيها بيئة. هذه البيئة الداخلية هي توفر لنا جو مناخي للتعليم، لتعليم الطفل. الفصول الدراسية المتضررة والمختبرات غير صالحة للاستخدام أثرت سلبا على جودة التعليم بالمنطقة، وأدى الوضع التعليمي الحاصل إلى فقدان ثقة الأهالي في النظام التعليمي والبحث عن حلول مجتمعية لترميم المدرسة واستمرار أبنائهم في التعليم. سبق وأن السلطة المحلية الوكيل عوض غويزان ومدير التربية الأستاذ سمير هراش والأستاذة خير دوام مدير التربية في المديرية نزلوا وشافوا الوضع هنا، لكن أنا أناشد مرة أخرى كما ذكرت بلفتة النظر، يعني استثنائي في ذلك، لأن احنا نعاني من هذا الشيء في المدرسة. وسبق ناس تكلموا سابقين قبلنا عن حال المدرسة، وكذلك مجلس الآباء اطلع على ذلك،
فالكل مطلع على حال المدرسة. وتمثل مدرسة صلاح الدين الأيوبي بالعبري رمزا من رموز التعليم والتنمية في محافظة المهرة. تخرج منها العديد من القادة والمديريين والأطباء والمهندسين، وسيكون لإهمالها وتجاهل وضعها الحالي آثار سلبية على الأجيال القادمة ورغبتهم في التعليم وخدمة المحافظة. لبرنامج أسبوع البلد، قناة المهرية، محافظة المهرة. إلى حضرموت، وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة اضطرت أم نايف للاعتماد على نفسها، مما دفعها للانخراط في دورات تدريبية للحياكة. وبفضل تطورها المستمر وإصرارها القوي تمكنت من تحويل هذه الحرفة إلى مهنة مربحة، وتفتح بها مشروعها الخاص تعيل من خلالها أطفالها الثلاث. تفاصيل أوفى عن أم نايف في هذا التقرير. تحيك أم نايف مستقبلها بعد تعلم هذه الحرفة قبل 6 سنوات. تحول الخيوط الصوفية الملونة بواسطة صنارتها إلى مقتنيات متنوعة. الاعتماد على نفسها في هذه الظروف المعيشية الصعبة دفعها للالتحاق بدورات تدريبية للحياكة، ثم طورت هذه الحرفة حتى أصبحت مهنة ومصدر رزق أساسي تعيل به أطفالها الثلاثة. تمنيت أن تكون لي يعني حرفة وتكون مصدر رزق لي والأولاد الثلاثة، وتكون يعني كدعم المساعد الزوجي في ظل هذه الظروف وفي ظل الغلاء والمعيشة الصعبة. ولكن الحمد لله بعد ما دخلت الدورة يعني تعرفت على أساسيات الكروشيه وعلى الأدوات اللازمة للعمل، مثل المقص والسنارة والخيوط، أنواع الخيوط. استطاعت أم نايف بعد بضع سنوات أن تفتح متجرا خاصا بها لتسوق فيه منتجاتها وتصرفها في السوق المحلي، رغم الكثير من الصعوبات والمعوقات التي يمر بها أصحاب المشاريع الصغيرة في البلاد. بدأت أسوي أكثر من صنف في مجال الكروشيه وطورت من نفسي، وعملت لي متجر خاص باسمي، متجر أم نايف. أبرز الصعوبات التي واجهتها غلاء مستلزمات، كانت يعني كل فترة وفترة أسعار تزيد، وأني كنت مش قادر يعني نشتري هذه المستلزمات. يعني واجهت صعوبة من الناحية هذه لأن ما عندي المادة. عملت أم نايف على صنع المنتجات المتنوعة والأكثر استخداما، إذ لاقت بضاعتها رواجا واسعا وإقبالا كبيرا باعتبارها منتجات محلية وبأسعار مناسبة، إضافة إلى تحويل بعضها للتعبير عن القضية الفلسطينية ومناصرتها. زكريا محمد، لأسبوع البلد، المكلا. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. نلقاكم الأسبوع المقبل في أمان الله.